بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهارده عن الغسالة اللي هي ال 15 كيلو و9 من عشرة اللي هي ال LG. إن شاء الله نشرحها، يكون شرح سهل وبسيط بإذن الله. طبعا زي ما احنا شايفين دي البروجرامات بتاعتنا، ودي الأوبشنات بتاعت الغسالة، ده الباور، ودي الحلة بتاعتنا اهيت. ماشي. بالنسبة لنظام التشغيل، بص حضرتك كده شايف الجوان ده، تحت الجوان ب 6 او 7 سم بالمستوى ده كده بالظبط، بالمستوى ده غسيل لحد جوه، من فوق فاضي وحط من تحت زي ما انت عايز، تقل ما تزيدش، او قبضه ايدي اهي تحت ايدي، قبضه ايدي بايه يعني ب 2 سم كده تقريبا، بالمستوى ده غسيل لحد جوه، من فوق فاضي بنحط من تحت، نقل ما نزيدش. البطانيه الكبيره ممنوعه لان بحن على الغساله، البطانيه اللي هي فوق ال 5 كيلو غلط، تحت ال 5 كيلو ماشي، لان لما بتشرب ميه تبقى تقيله اصلا. كوفرتات او الدفايات كبير صغير مفيش مشكله، بس ما احطش 2 كوفرت كبار مع بعض، احط كوفرتايه كبيره ومعاها مثلا كوفرتايه صغيره، ممكن احط دفايتين كبار مفيش اي مشاكل لان الدفايه ما تبقاش تقيله زي الكوفرتا. ممكن احط دفايتين وسط، ممكن احط 2 كوفرت وسط مفيش اي مشكله. ده بالنسبه للملابس. بالنسبه للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيره، بعمل ايه؟ بجيب كيسه سوسته كده عامله زي شبكه الكوره، بحط فيها الشراب او المنديل. ليه؟ اثناء السرعه العاليه بتاعت الغساله ممكن الشراب او المنديل يخش ما بين الحله الداخليه اللي هي والحله الخارجيه، يعمل لي مشكله في الغساله فيما بعد، فيفضل استخدم الكيسه المخصوصه دي اللي هي الشرابات والمناديل والاشياء اللي هي الصغيره كلها. في عندي برضه تانيه، حاجه تانيه بالنسبه للملابس، لو انا مش هعرف اعير، شايفين الكاوتشه اللي هي الجزء ده هو المثلث ده اهو، الهدوم وهي ناشفه ما تعديش المنطقه دي كده. تقريبا تلتين الغساله هدوم والتلت فاضي. هيطلع نظافه كويسه، زي ما يبقاش حمل على الغساله يعمل لي بيلي او ياثر على الموتور مع المدى البعيد بتاع الغساله، تمام؟ ده بالنسبه للملابس بتاعتي. في عندي فلتر، الفلتر طبعا بيبقى الباب ده كده، بفتح الباب اضغط عليه كده افتحه، بقوم جايب طبق يكون الحرف بتاعه قليل، واقوم فك الفايز ده كده، يعني بجيب طبق حالا دلوقتي، واقوم فاتح الفايز ده، واقوم منزل ميه، بناخد الميه اللي في الغساله كلها. بعد ما افضي الميه اللي في اصفي الميه اللي في الغساله كلها، بقوم جاي عند الفلتر ده اهو، هفكه شمال. فكه كده، يبقى فك الناحيه دي كده عشان اخرجه بره، اي دبوس اي زبار اي رصف ولا حاجه بنضفها، انا مش عايز افكه دلوقتي عشان ما اغرقش المكان ميه. واجي اربطه، اجي اركبه ايه؟ يمين عكس ما انا فكيت. وما اجي اركب لازم يبقى سهل معايا في التركيب، لان لو الايد تقيل معايا لا، اطلع البكره بتاعته تاني وابدا اركب واحده واحده، يبقى سهل معايا. ليه؟ لو انا ركبته غلط هيسرب ميه، زي ده ممكن يبوظ لي الفلتر من جوه اللي هو قلب الفلتر يعني، واقفل الباب بتاعي. الكلام ده كله ايه؟ كل شهر او كل شهرين مره. بالنسبه للمسحوق بتاعنا، بحط هنا ثلاث ارباع كميه المسحوق ايا كانت الكميه، بحط هنا ربع كميه المسحوق، بحط هنا الاضافات دهني معطر اي اضافات ايا كان، ثلاث ارباع الكميه ربع الكميه الاضافات، لازم يكون مسحوق اوتوماتيك، ما ينفعش مسحوق عادي، لان المسحوق العادي بيعمل رغوه عاليه ممكن يضرب له البورده وياثر على الموتور بالسلب، لان بيعمل رغوه عاليه بيعمل ايه؟ الرغوه دي بتقوم طالعه من الفايز بتاع الغساله يتعدى على الموتور او تيجي عند البورده تعمل لي مشكله. مش معنى ان انا بقول ثلاث ارباع الكميه هنا وربع الكميه ان انا اقوم مالي الدرج على قفل، لا بالعكس، الغساله دي من اي مسحوق بتنضف، يعني لو انا بحط كوبايه، انا احط نص كوبايه بس، يبقى ثلاث ارباع نص كوبايه هنا، ربع نص كوبايه هنا، الاضافات هنا. واما اجي احط الدوني بتاعي ما احطش الدوني خام، احله في شويه يعني اجيب معلقه صغيره احط بها الدوني، واقوم حله في شويه ميه الاول، واقوم حاطه في المكان بتاعه عشان يبقى سهل معايا في الدخول، تمام؟ اما اجي اسحب الدرج ده مش هيتسحب معايا، لازم اضغط على البوش ده اللي علامه السبعه دهيا، كل شهر او كل شهرين اي مسحوق متجمد اي زوبر اي تخاطر واسب ولا حاجه بنضفه، واقلب الدرج برده ونضفه، انا مش عايز اقلبه بس عشان الميه اللي بقلبه ما تكبش ما تغرقش المكان، انضفه اي تخاطر اي واسب ولا حاجه ونضفه، وركب الدرج زي ما احنا شايفين كده. كل ما انضف الدرج ده كده انضف الفلتر بتاعي، يعني الفلتر والدرج الاثنين مع بعض في وقت واحد، تمام؟ بالنسبه لنظام التشغيل، ده مفتاح الطاقه اللي هو الباور. مجرد ضغطت عليه كده لقيت الغساله. اول ما بتقيد الغساله لو ضغطت ستارت دلوقتي وكده كده هجيلها بنمبر القطن اللي هو الرئيس بتاع الغساله، هتبدا تسحب ميه وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. لو انا عايز برنامج درجه الحراره مظبطها وهي عامله كل حاجه لوحدها، لو انا عايز برنامج تاني غير القطن اللي هو القطنيات ده اجيبه ازاي؟ الغساله مطفيه، بقيت الغساله ما بروحش بقى عند ستارت اوكي اكيد تشغيل بقى هتبقى من بره، تكه يمين او شمال جاي قطن تاني كده، عندي سبيد ووش هو الغسيل السريع، تيشرتات، ملابس رياضيه، الحاجات البسيطه او الحاجات اللي مش متسخه قوي نسبه عرق ولا حاجه. بعد كده عندي الارج كير اللي هي عنايه بملابس الاطفال او الملابس اللي هي متصله بجلد الاطفال مباشره، ملابس داخليه. ريفريش اللي هو ترطيب تليين للملابس، بيعمل ليونه للملابس، الملابس تبقى طالعه مجعده لا ده بيعمل لها ليونه، بيبقى في نرونه بمعنى اصح. في بعد كده هنا رينس زائد سبين اللي هو شطف زائد عصر، لو انا غسل بره وعايز اعمل غسل شطف وعصر فقط فبستخدم رينس زائد سبين. الول اللي هو الاصواف،
التنج كير اللي هو عنايه ضد عنايه ضد الاطفال، ملابس اللي هي الملابس المتسعه برضه كده الاطفال زي نظام تعقيم كده ملابس الاطفال. ديوفت اللي هو اللحاف بس هو لحاف فايبر سواتر الاطفال او الكوفرتيات او الدفايات او مفرش السرير. كل دوش هو لو انا عايز اغسل على البارد عايز اغسل بدون ميه ايه سخنه. طيب بعد كده في عندي الوش، انا مثلا خدت برنامج القطن اللي هو الرئيسي، دي الاوبشنات بتاعتي. هو الوش عندي هنا النورمال هو المتوسط اللي هي حركه الغسيل. لو انا قمت عامل كده اداني انتنسيف يعني كثيف يعني شغل شديد، لو انا عايز شغل شديد. لو قمت عامل كده اداني دريوش اللي هو الغسله المبدئيه او غسله اوليه او نظام ناعم. لو قمت عامل كده اداني سك ناعم مباشر لو انا عايزه كده اداني ايه؟ لغايه الغسيل خالص كده تايم سيف اقتصاد في وقت الغسيل. يعني لو وقت الغسيل مثلا 20 دقيقه هقوم شغال 15 دقيقه، هو بيقتصد في وقت الغسيل. وبعد كده النورمال ده بالنسبه للوش اللي هو الغسيل. بعد كده نروح عند حاجه اسمها السبن اللي هو الدوران اللي هو عدد اللفات اللي هو التكثيف. هو جايب هنا الدوران المتوسط فوق المتوسط بدرجه. لو انا عايز اعلى في الدوران تكثيف اكتر الكستره اللي هو اعلى حاجه، طبعا ده اقل حاجه اللي هو اللي هو اقل حاجه خالص في التكثيف. ده كده اعلى منه، ده كده المتوسط، ده اعلى الكستره هيج اللي هو ايه اللي هو اعلى حاجه في التكثيف. انا عايز اعلى حاجه بتاعي عايز برغي زي ما انا عايز. بعد كده التمبريتشر درجه الحراره. هو جايب درجه الحراره عند 40 لو انا عايز 60 درجه حراره، لو انا عايزها 95 غليان، لو انا عايزها كل بارد خالص، لو عايز 30 زي ما انتم عايزين. في عندي هنا التربو اللي هو غسيل فائق السرعه، لو انا عايز برضه اختارها اوبشن مع البرنامج بختار الايه الاوبشن ده. طيب في بعد كده عندي تايم دراي وقت التكثيف، لو انا عايز نص ساعه تكثيف اللي هو التكثيف اللي يبقى شبه الغسيل يبقى داخل على التخزين. لو انا عايزه ساعه في خلال ساعه، لو انا عايز ساعه ونص، لو انا عايز ساعتين اتنين تكثيف، لو عايز ساعتين ونص، عايز الغي التكييف خالص زي ما انت عايز. هنا الدراي اعلى شويه في التكثيف، الهدوم تطلع شبه ناشفه، لو انا عايزها بختارها مش عايزها خلاص. توب كلين اللي هو تنظيف الحوض، كل شهرين او كل 3 شهور بجيب ازازه خلو صغيره او نص تخلى كبيره، وبصبها في قلب الدرج، واقفل الدرج بتاعي واقوم ضاغط استارت على برنامج اللي هو التوب كلين اللي هو تنظيف الحوض، مكتوب تي سي ال اللي هو التوب كلين اللي هو تنظيف الحوض، لو انا عايزه طبعا ده كلام ده كل شهر او كل شهرين مره. في برضه عندي حاجه ثانيه اسمها اكسترا رينس اللي هو شطف اضافي غير الشطف بتاع الغساله اصلا، لو انا برضه عايزه بختار اهو. لو عايز 3 مرات شطف، لو عايز 4 مرات، لو عايز 5 مرات شطف، لو عايز مرتين زي ما انا عايز. هنا عندي بقى حاجه اسمها التايم دلي اللي هو او دريس تاجيل التشغيل. تقريبا مثلا وليكن احنا هنشتغل مثلا الساعه 10 بالليل، وليكن الدور مثلا هيبقى ساعتين، يعني معنى كده هتخلص الساعه 12 بالليل. هتفضل الغساله من اول الساعه 12 بالليل لحد يوم الصبح الساعه 7 او الساعه 8 بالذات في الصيف. هخرج الملابس هلاقي ملابس صحتها مش كويسه. في نقطة هتفيدني في الموضوع حاجة اسمها التايم ديلي أو الدريس تايم اللي هو تأجيل التشغيل. تقريبا مثلا هتناموا كام ساعة؟ تقريبا يعني هتناموا كام ساعة؟ 8 ساعات. هقوم قايل باور وأقوم واخد البرنامج أهو اللي هو القطن مثلا وأجي عند التايم ديلي اللي هو تأجيل التشغيل ده بس إحنا هننام 8 ساعات. لو ضغطت ستارت الغسالة مش هتشتغل إلا قبل ال 8 ساعات بوقتها هي وقتها مثلا ساعتين. هي الساعة الستة وانتوا نايمين هتشتغل، الساعة التامنة انتوا بتفتحوا عينكم من النوم هي بتخلص غسالة، لأن خرج الملابس هلاقي الملابس تحت فريش مفيش أي مشكلة. ده بالنسبة للتايم دري أو الدريس تايم اللي هو تأجيل التشغيل. لو انتوا مثلا مسافرين برضه في عمل ولا حاجة أو انتوا في مشوار ولا حاجة بتظبطوا الوقت على المشوار بتاعكم، هتيجي بتفتح باب الشقة بتاعتك لو انت جاي في وقتك مظبوط هتلاقي الغسالة تديك عندك إن هي خرج الملابس تحت فريش مفيش أي مشكلة. أنا مثلا خدت برنامج القطن هو الرئيسي وعايز اخد اوبشن تاني برضه مع الغساله اللي هو ايه؟ حاجه اسمها ستيم غسيل بالبخار. لو انا عايز اغسل بالبخار بقوم جاي عند ده اهو الاوبشن ده واقوم مختاره معايا تمام؟ واقوم ضاغط استارت. طيب انا هعمل تيست للغساله عشان اطمن عليكم ان هي تمام مفيش اي مشكله. هعمل ايه؟ بقوم اتك على اللي هو التمبريتشر والوش، اتك عليهم الاثنين مع بعض تكه طويله، الاقي الغساله كلها نورت، ابدا اختبر بقى الغساله جزء جزء. كده هتبدا تختبر جزء اول جزء فيها. اهم حاجه نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحة للغسالة، أو نشتغل دور أول يوم، دور في نص اليوم، دور في آخر اليوم، أو كل يوم دور. لو اشتغلنا أصلاً كل يوم دور مش هيبقى عندي غسيل، لكن ما ركنش مثلاً شغل أسبوعين وأقوم عامل كله في يوم واحد، ده أكبر غلط، أول بأول هيبقى أفضل وأحسن. وبعد ما أخلص غسيل لازم أشيل الفيشة بتاعتي عشان خاطر لو الكهرباء جت عالية، الكهرباء جت ضعيفة، ما تأثرش بالسلب على البوردة مع المدى البعيد، سنتين تلاتة قدام مفيش مشكلة. كده تختار الجزء الثاني.
كده بدا تاخد ميه. كل تكه من التكات دي بتبدا تطلع لي وسط النشا. طبعا بسرعه بتزيد، مفيش بقى صوت، مفيش رجرجه، مفيش الحاجات اللي احنا بنسمعها زمان ديت، غير يعني على موتور دفع مباشر بيشتغل بحاجه اسمها 6 موشن اللي هي 6 حركات. ياخد الهدوء، الملابس يمين شمال شمال يمين، تجيب الهدوم من ورا لقدام من قدام لورا، تسقطلك من النص اكن واحده ست قاعده جوه الغساله. ده كله شغل البورد مع الموتور اللي ورا. برضه نقطة هقولها بعد التست ده، تشوف تعليمها. طيب أنا قلت الغسالة وضغطت السلة ده كده شغل، مش عايز الأطفال تلعب في الغسالة، أعمل إيه؟ هقوم متك على الهند مع بعض، هيديني السي ال اللي هو كلوز أو الشيلد لوك أهو، كده الغسالة اتقفلت. لو الأستاذ طفل بقى راح يرمى أي حاجة مستحيل إن يقدر يعمل أحلى الغسالة. إلا حاجة واحدة بس الطفل يقدر يعملها، نقوم طافي الغسالة. هو الطفل طفل الغسالة مش هيسكت لأنه رأى موسيقى فكر إنها لعبة، فهيقيدها تاني ويقعد يلعب. هيجي يشغل غساله مش هيعرف. انتوا نفسكم هتيجوا تشغلوا الغساله مستحيل ان انتوا تعرفوا تشغلوا الغساله. عشان نشغل الغساله هنعمل ايه؟ بنفس الطريقه الاثنين مع بعض كده بنلغي السي ال اللي هو كروز. كده اقدر اتعامل مع الغساله زي ما انا عايز. تمام؟ لو في حاجه حضرتك قول. مفيش اي تعليق ولا اي حاجه. طيب لو في اي حد عنده مشكله ولا حاجه يبعت لنا تعليقات ان شاء الله نحلها معاه. لو انا قريب منه نجي له. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في نقطة برضه في الغسالة عندنا هنا، لو حد مثلا عامل مثلا غسل بره وشاطط بره وعايز يجفف بس في الغسالة، بنعمل ايه؟ بقيت باور من هنا كده واقوم جاي عند حاجة اسمها السبين. أول ضغطة كده اديها 12 دقيقة 13 دقيقة على حسب ما أنا عايز، وليكن خدت 8 دقايق مثلا واقوم ضاغط استارت، هي في خلال ال 8 دقايق هتكون طاردة المية ومجافة الحل. ده الكلام ده لو أنا غاسل بره وشاطط بره وعايز أجفف بس، بعمل الحركة دي. في ناس كتير قوي بتبقى عايزة تعرف الموضوع ده. هي كده الغسالة تبدأ تشتغل اهيت. بدأت تلف الحلة معانا اهيت. طبعا الترومبة اشتغلت. كده بكده بتجفف معانا. كده التكييف بتاعنا كده تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.